القرآن تحلقنا، نحو القرآن تسابقنا، بالقرآن معا حلقنا واستمسكنا وتخلقنا. اقرأ وجهك نور وهدى، تبقي الأخلاق كمنه صدى، جود صوتك بالذكر شدى، ارتبط الجهاد بشهر رمضان في تاريخ الأمة الإسلامية ارتباطاً وثيقاً، ففيه غزوة بدر، فتح مكة والأندلس، وعين جالوت والقادسية وحطين وغيرها من المعارك والفتوحات الكبرى التي خط فيها المسلمون معالم النصر. لذلك مع كل موسم جديد من هذا الشهر الفضيل نتذكر بأنه شهر الجهاد بشقيه، جهاد العدو وجهاد النفس. نسعد بتجدد اللقاء بكم مشاهدينا الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج شباب القرآن. في هذه الحلقة أرحب بلجنة التحكيم، بداية من الدكتور نجيب العامري رئيس اللجنة. حياك الله دكتور نجيب، مشاهدنا الكريم نورت. كذلك أرحب بالشيخ الأستاذ عبد الرحمن الشرياني، وهو مجاز بالقراءة السبع وإمام وخطيب جامع عمر بن الخطاب بمدينة تعز. حياك الله شيخ عبد الرحمن، أنرت. وايضا ارحب بالشيخ الاستاذ خليل الصغير، حياك الله استاذ خليل. اهلا وسهلا. وهو الحاصل على الماجستير في القراءات القرانيه وعلوم القران بتقدير امتياز، وحاصل على الاجازه في القراءات العشر من طريقي الشاطبيه والدره. شهر كريم وكل عام وانت في ذكر وطاعات في هذا الشهر وهذه الليالي الجميله. كذلك ارحب بالمتسابقين معنا في هذه المرحله من هذه الفئه، فئه فهم وحفظ وفهم، بدايه من المتسابقه رغد فؤاد سيف علي، والمتسابقة روان عبد الرزاق عبد الله علي، والمتسابقة سمية خليل حميد منصور، والمتسابق عبد الله محمد سليمان أحمد، والمتسابق معتصم أحمد يحيى عمر، والمتسابق مسلم سعيد محمد غالب، والمتسابقة نسيبة عادل سعيد عبد الجليل، والمتسابق نصر الله فضل محمد فارع، وهم من صغار الحفاظ طبعا. حياكم الله متسابقين في هذه المرحلة من هذه الفئة، أنرتم. كيف المعنويات؟ تمام، أوكي. إذن مشاهدينا، كما نوهنا في الحلقة الأولى لنا في هذا البرنامج، سيمر متسابقو فئة صغار الحفاظ من فئة 20 جزءا بمرحلتين، ليتأهل منهم اثنان فقط للمرحلة النهائية أسوة ببقية الفئات. لنعرف من سيتنافس معنا اليوم، بداية أو ببداية هذه الحلقة سنقوم بالقرعة لنعرف اسم المتسابق الأول أو المتسابقة الأولى في هذه الليلة. إذا نأخذ القرعة لنعرف من سيكون معنا اليوم المتسابق أو المتسابقة الأول أو الأولى. إذا من فئات صغار الحفاظ، المتسابق نصر الله فضل محمد فارع من مدارس الهدى. تفضل يا نصر الله. تفضل يا نصر الله. إذا نصر الله سيختار نموذج الأسئلة من الرقم 1 إلى الرقم 8. اختر يا نصر من 1 إلى 8. 7. الرقم 7. لجنة التحكيم، النموذج رقم 7 هو نموذج نصر أو نصر الله. الكلمة والسؤال لكم وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بالمتسابق نصر الله فضل محمد في هذه المسابقة وفي هذه الليلة المباركة. والنموذج الذي اختاره، السؤال الأول: اقرأ من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: للذين استجابوا لربهم الحسنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: للذين استجابوا لربهم الحسنى
والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ما تقبل منهم ومثله معه لافتدوا به ومثله معه لافتدوا به وبدا لهم لافتدوا به من سوء والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء العذاب أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب حسبك يا نصر. السؤال الثاني يا نصر، اقرأ من قول الله عز وجل: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين أحسنت مرحبا بك يا نصر. السؤال الثالث في المفهوم وعنوان المفهوم العفو والصفح. لا يسع الناس إلا التغافر والتسامح والعفو، والقرآن الكريم رغب ودعا إلى العفو والصفح والصلح. اقرأ الآيات التي تحدثت عن هذا المفهوم.
قال سبحانه وتعالى في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله وإن الله لعزيز غفور. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إنه عزيز غفور. إن الله لعفو غفور. إن الله لعفو غفور. وقال في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فتح الله عليك يا نصر. إذن مشاهدينا، استمعنا للمتنافس الأول لهذه الليلة نصر الله فضل. بارك الله فيك نصر الله، كانت قراءة جيدة. قم جاهد النفس واحبس كل جارحة عن الحرام يجرك الله نيرانا. مشاهدينا، وصلنا لمحطتنا اليومية المعتادة وهي الميدان، أنقلكم إليه لنتابع أو لنعرف ما دار فيه، تابعونا. أهلا بكم في الميدان. سنتكلم في هذه الحلقة عن الجهادين، النفس والعدو، والمطلوب من جمهور شباب القرآن في الميدان إكمال من سورة النازعات قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. إذن نتابع في الميدان من سيكمل هذه الآيات ويستحق الجائزة، تابعونا. طيب، مفهوم الحلقة لهذا اليوم هو الجهادين، جهاد النفس والعدو. وفي سورة النازعات قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. أكمل لي أربع آيات بعدها أو ثلاث آيات. أما من طغى، مش حافظ له. شكرا لك، مستمرين بالبحث. في سورة النازعات عن مفهوم الجهاد أو الجهادين، جهاد النفس والعدو، قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. أكمل لي بعدها آيتين أو ثلاث آيات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ قرب الحمد لله. الحمد لله. مفهوم الجهاد، جهاد النفس والعدو، قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. أكمل لي بعدها آيتين أو ثلاث آيات. بس أنا كنت حافظ على حياتك فعلا. طيب، أدي لك سؤال ثاني. في سورة من سور القرآن ذكر فيها الجهاد. أي شيء؟ سورة باسم نبي. يعني سورة من نبيك؟ النبي محمد. إذا سورة محمد هي السورة التي تسمى أو معروفة بسورة القتال. أي اسمك قلت لي؟ عبد الحسين الهموس. عبد الحسين الهموس أجاب عن المفهوم وقال بأن سورة محمد هي السورة المعروفة بسورة القتال، وحصل على هذه الجائزة المقدمة من مؤسسة معكم التنموية. هذه جائزتك يا عبد الحسين، عانك الله ووفقك إن شاء الله. مستمرين في البحث عن من يكمل الآيات للسؤال الأول لقراء الشارع، تابعونا. طيب، احنا في حلقة اليوم نتكلم عن الجهاد، جهاد النفس والعدو. في سورة النازعات قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. أكملي لي ثلاث آيات بعدها. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، مش حافظ يعني؟ أي اسمك؟ أحمد عبدو غالب. أحمد عبدو غالب، تحفظ قرآن؟ مش لابد. ليش تصيح لي من بعيد؟ كنا نعزمكم عصير، نعزمكم مشروب. طيب، قال تعالى في سورة النازعات: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. أكمل لي ثلاث آيات بعدها.
فإن الجحيم فإن الجحيم هي المأوى. يلا كمل اللي بعده. الجحيم هي المأوى. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إيش ما قلت لي؟ أحمد عبد الغالب. إذن يحق لك تصيح لي من آخر الشارع. الله يحفظك. أحمد عبد الغالب دعانا من آخر الشارع عشان نصور معه، استحق الجائزة المقدمة من مؤسسة معكم التنموية وهي 40,000 ريال لأحمد. وفقك الله وعانك، حياك الله. مشاهدينا الكرام، أعود بكم إلى الاستوديو لاستكمال فقرة هذه الحلقة، تابعونا. حياكم الله بعد هذه الفقرة الميدانية. قبل الميدان استمعنا للمتسابق الأول في هذه الليلة نصر الله فضل، والآن لنعرف من سينافسه أو من ستنافسه نأخذ القرعة ونشاهد. إذن نأخذ القرعة للأسماء لنعرف من أو من ستكون أو من سيكون ممثلا لمركز شباب الإيمان. المتسابقة روان عبد الرزاق عبد الله القادري من فئة صغار الحفاظ. يلا يا روان إلى الكرسي. إذن المنافس أو المنافسة الثانية في هذه الليلة لفتح أو نصر الله هي روان القادري. إذن قبل أن أسلم الكلام والسؤال لجنة التحكيم، ستختار معنا روان من 1 إلى 8 في نماذج الأسئلة. اختاري رقم يا روان. 3. رقم 3. إذن روان اختارت الرقم 3 لنموذج الأسئلة الخاص بها. لجنة التحكيم لكم الكلام والسؤال وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالمتسابقة روان عبد الرزاق، والنموذج الذي اختارته المتسابقة رقم 3. السؤال الأول: اقرأي من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. حسبك يا روان. روان، في السؤال الثاني اقرأي من قول الله عز وجل من أول سورة الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا عذرا أو إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على
يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تكذب تستعجلون إن المتقين في ظلال في جنات وعيون. أحسنت يا روان وبارك الله فيك. يا روان السؤال الثالث طبعا المفهوم يقول المفهوم سيكون عن اللسان، فاللسان للخير مجال رحب وللشر ذيل سحب، فمن أطلقه عذبه ومن قيده هذبه، ولذا أفلح من أعرض عن اللغو ومر مرور الكرام، فلتحذر الكلمة إن لم تلقي لها بالا فقد تصبح عليك وبالا. اقرأ الآيات التي تتحدث عن هذا المفهوم. الموضع الأول في سورة المؤمنون، قال تعالى قد أفلح المؤمنون، وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. الموضع الثاني في سورة الأحزاب، قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حسبك فتح الله عليك يا روان. إذن مشاهدينا الكرام استمعنا للمتسابقة الثانية معنا الليلة روان القادري، وهكذا كانت قراءتها. بارك الله فيك يا روان. أنتقل بكم الآن لفقرة فنية نعدها في شباب القرآن من موسمه الثاني لكم مشاهدينا الكرام، وهي تجديد لأناشيد زمان التي اعتدنا سماعها في رمضان في رحاب القرآن وغيره. أترككم مع هذا الفصل الفني ثم نعود لإعلان النتيجة، نتابع. يا دائما لم تزال يا دائما لم تزال بصاحبي.
لأهل الجلال يا ربي بالمصطفى الهادي شفيع القيامة هادي شفيع القيامة أصلح لنا كل حال أصلح لنا كل حال واغفر لنا يا كريم واكتب علينا السلامة بجاه باهي الجمال بجاه باهي الجمال. من جديد حياكم الله مشاهدينا. بعد أن استمعنا للمتنافسين لهذه الليلة وشاهدنا الميدان وما دار فيه وأيضا شاهدنا هذه الفقرة الفنية، وصلنا لمعرفة النتائج ولحظة إعلان النتيجة كما حددها الحكام حسب القواعد المطروحة منهم. يا ترى من سيتأهل معنا للمرحلة الثانية من فئة صغار الحفاظ الذين يتنافسون في 20 جزءا من القرآن الكريم، ومن سيقادرنا الليلة؟ سأدعو المتسابقين روان إلى جانبي أيضا ونصر الله فتح لمعرفة النتيجة، من سيتأهل معنا ومن سيغادر لجنة التحكيم. الملاحظات سنأخذها منكم على أداء روان وأداء نصر. حياكم الله. حياكم الله. طبعا كما سمعتم لتلاوة الأخ نصر وتلاوة أيضا المتسابقة الثانية روان قراءة طيبة، كانت بعض الملاحظات بشكل عام، لا نذكر يعني فلان أو فلان وإنما بشكل عام، مثلا في حرف الاستعلاء ويخشون ربهم، هنا حرف الاستعلاء معروف أن حروف الاستعلاء تفخم، فالأصل أن يفخم هكذا ويخشون ربهم. إذن النتائج جاهزة عندكم؟ نعم جاهز. أنا سأخذ النتائج من اللجنة الموقرة، ويا ترى من سيكون الفائز معنا اليوم والمتأهل للمرحلة الثانية ومن سيغادرنا؟ استمعنا وأنتم الآن للنتائج كما كتبتها اللجنة. سنعرف بأن روان حصلت على 92 ونصف الدرجة من أصل 100 درجة، أما نصر الله حصل على 90 درجة وهو الذي سيغادرنا اليوم في هذه الليلة. مبارك يا روان، عودي إلى مكانك. يا نصر الله كنت رائعا، ومن سيخرج من هذه المسابقة لن يخرج خالي الوفاض، فنصر لديه جائزة مقدمة من مؤسسة معكم التنموية بمقدار 80,000 ريال. هذه جائزتك يا نصر، مبارك لك، وإن شاء الله تتوفق في مسابقات أخرى. وفقك الله يا نصر وكل التوفيق. مشاهدينا، شاهدنا ما دار في هذه الليلة وعرفنا من تأهل أو تأهلت معنا للمرحلة القادمة ومن غادرنا في هذه الليلة. فمن 8 متسابقين لفئة صغار الحفاظ الذين يتنافسون في 20 جزءا تنافس 2 في هذه الليلة، وسنكمل خلال الحلقات القادمة التصفيات بينهم ليتأهل منهم 4 متنافسين فقط للمرحلة الثانية كما هو موضح الآن على الشاشة. في هذه الدنيا يعيش الإنسان حالة من الصراع المستمر بين ما تمليه عليه نفسه وما يأمره به ربه، لذا كان جهاد النفس من أفضل أنواع الجهاد بل وأكملها، وفي ذلك يقول تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. على الخير أراكم. حول القرآن تحلقنا نحو القرآن تسابقنا بالقرآن مع الحلاق.
أخلاقنا.